انا ادعو ليزيد تراجع حساباتها وتعطي مده اخرى وتعطي الوثائق للعباد وتخلي الناس معناها تمشي في اتجاه انتخابات حقيقيه. انا ما نكونش شاهد زور على 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 انتخابات غير عادله. هذا انا معناها نطلب باش الناس تفيق وتنتبه. راهو الوضع نتاع بلادنا راهو سيء ياسر. راهو اللي انتم اللي ماشيين فيه اللي باش يسيروا راهو ما ينجموش. راهو ما ينجموش. راهو نقول لكم راهو ما ينجموش. حتى الفترة وقت اللي صار الانقلاب وانا حكيت قلت لكم راهو ما ينجموش لانه فما دولة مع الاسف عملت ضغطت على الولايات المتحدة الامريكية معروفة دولة واحدة هي اللي هي كابابل باش تقول الولايات المتحدة الامريكية لا قالت لهم سيبوهم خليهم. باش احنا نقعدوا لهين في بعضنا باش ما عادش نتلاهوا بها هي. انتباه باش تدوا الامور واضحة. توا سيفيني وفاء. ما عادش فما شكون باش يسكر الباب. معناها باش الامور ترجع لاماكنها، والعمليه نتاع الانتخابات مش هكا، انا نقول لكم مش هكا، فهمت كيفاش؟ انا نقول لكم وعمليه التسيير مش هكا، ونعاود الألف مره، اطلقوا صراحة الموقفين. باهي، بناء على ذا انا قلت ما نجمش نكون شاهد زور. انا ما نجمش نواصل المشوار. وعلى ليزي باش تصلح الخطوه نتاعها. وانا شخصيا معناها تعيط لي وتاخذ من عندي الوثائق. ما كانش الامور راهي مش باش تمشي بالطريقه اللي انتم تتصوروها. وهني انا نقول لكم وفما معناها نحبكم تفهموا بين الاسطر. الامور مش باش تمشي هكا، الظروف تاع بلادنا صعيبه ياسر. نعاود الظروف تاع بلادنا صعيبه ياسر. وراهو كيف باش يتحملوه الناس اللي هما مساندين الفكره هذا والتوجه هذا والتيار هذا. هما باش يتحملوهم بعد.